السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو رياكشن اخرى مع اخوكم شات. اليوم غتكون مختلفه شويه. نهار كنت درت لكم واحد الفيديو قلت لكم سيرتو ليا الديسك، شي ديسك ديال شي ناس اللي باقي ما معروفينش بزاف، شي ناس اللي نقدو نديرو لهم سوبورت، شي ناس اللي كيبان لكم ديسكم زوينين نقدو ندوزوهم في لاشين. سو سيرتو ليا ميساج، وصلوني شحال من ميساج، ما بقيتش ندوز كلشي. سو خديت قلت لكم غنعزل منهم خمسه اللي غادي ندوزهم ونديرهم شي فيديو باش ندير لهم السوبورت. عارف بان لاشين ما فيهاش بزاف، ما الا قدينا نزيدو غير واحد الدفيعه، ولا الا شي واحد عندي في لاشين عجباتو شي موسيقى ولا عجبو شي ديسك يقدم شي يتفرج في الدراري هادو ولا يشجعهم. راه كاين بزاف ديال الناس اللي عندهم موهبه وما لاقينش اللي يشجعهم، ما عندهمش الفلوس، حيت كاين ناس اخرين بالفلوس كيقدو يديروا الاشهارات وكيقدو يبانوا عندهم هادو وكيقدو يطلعوا الفيديوهات ديالهم. سو ما فيها باس الا كنا نقدو نعاونوا بتحنا الشباب ولا الدراري اللي عندهم موهبه ولا اي واحد، باش ما كان واخا هاد الفئه واخا يتزاد عنده ابوني واحد راه مزيان. على اي اختاريت واحد خمسه ديال الديسك على حسب لا سيتوياسيون. سو اول رابر بعدا غنديرو، حيت غندير سقراط، حيت واحد الدري ديما كيكتب ليا كومونتير وديما كيقول ليا دير سقراط. سو اول ديسك غنبدا بسقراط. اخر ديسك لاحو في لاشين ديالو هو علامه الساعه، هو الديسك اللي عزيز عليا انا اللي تصنت ليه وعجبني الموضوع اللي كيدوي عليه. سو غادي نخدمو واحد شويه، ما نقدش نديرو كامل باش ما تجيش الفيديو طويله، ما غير واحد شويه، ولا عجبكم تقدروا تمشيو تصنتو ليه في لاشين عنده. سو علامه الساعه ديسك زويون تصنتو. بسم الله بقيت كلام بلغ فيها سلام للاخوت في فلسطين في العراق واللي في الشام، للأمة العربية اللي رايطها الإسلام، لأي مسلم دين سلم وسلام، نبقى قد ما فات ربي ينصر الإسلام، الدنيا في الأصل راها وصلت للختام، كيما نقولوا حنا قرب يوم القيامة، علامة الساعة ظهرت أكثر من علامة، رجعوا شوية اللور للعلامة القدامة، ملي كان الجهل والناس تعبد الأوثان، ملي كان الكفر والشرك والطغيان الناس تعبد الشيطان بعبادة الأصنام، أول علامة من العالمة القدام يوم اتبعت الرسول. لي زوين هو أنه فهمتي كيعجبني أنا فاش كيكون الموضوع غادي مع الموسيقى ولا غادي مع الراب ولا شي حاجة، حيت صعيب أنك تلصق ما بيناتهم بجوج، سهل أنك تجمع أي كلمات ودير بهم ديسك، وصعيب أنك تاخذ شي موضوع وتهضر عليه وتبقى غادي كاتب عليه حيت كتاخذ الوقت بزاف. قول عليه الصلاة والسلام ملي ظهر الحق وظهر دين الإسلام، فاش القمر انشق بقدرة الرحمن، يوم بلغت الرسالة والرسول نتاعنا مات، من مور الموت نتاعو بانو شل علامات، في 16 من الهجرة كيما ربي بغاو كتاب، البيت نتاع المقدس فتحه عمر بن الخطاب، في حكم الخليفة هذاك اسمان، تحقق وعد النبي في المصيبة نتاع الموتان، في 18 من الهجرة بان العابون، 25 ألف مسلم ماتوا بسبب الطاعون، 654 ظهرت نار الحجاز، من علامة الصغرى اللي شهدوا بها الناس، 7 أيام والأرض في الزلزال والاهتزاز، باش تشوف قدرة ربي والعجز نتاع الناس، من العلامات اللي بشرنا بهم الرسول، قتال المسلمين للعجم والمغول، صراط 760 غادي نعاودوا الطرق، القتال اللي جمع بين المسلمين والترك، في الوقت اللي هو راكو بدا يقتل في العباد، 800,000 مسلم اللي ندبحوا في بغداد، من بعد ما استولى على الدولة العباسية، وصل حكم المغول الطلسطين الشعبية، هذه علامة وما فيهاش التشكيك، في معركة جاروت غلبوهم من المماليك. مصايب ديسكو دير قصة في التاريخ، فهمتي علامة الساعة، موضوع مهم ودير لك التاريخ اشنو طار فيه وشنو غادي وكيعاود ديك القصة. كثرة الحروب ما بين بنو ادم علشان الثروات والاملاك والمعادن، كثرة الهرج يعني من نوع القتال، وما يعرفوش علاش كي مقتول كي قتال، شفنا شلة حروب مرت على دور زمان، اللي في البوسنة والهرسك ياما داروا الالمان، 150,000 قاتل هاللي تعوق هاللي مات، 60,000 وحدة اللي اغتصبوا بالمسلمات كيما هذا الخوقان. واو المهم ديسك زوين بزاف 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 ديال سقراط، عجبني بزاف. صافي امومون سقراط حابس، كنتمناو يرجع، كنتمناو يدير ديسك خرين ونعاودو نتصنتو ليه ونعاودو نعرفو اشنو وعلاش لا اون اوتر رياكسيون ان شاء الله ديال سقراط. سو اللي بغا سيرو لاشين ديالو سقراط علامة الساعة. تاني ديسك ديال واحد الدري، كنت هضرت معاه بيرسونيلمون، قلت لي راه الديسك راه خاصك تقاد ليه الصوت وهذا
ولكن قال لي غير ديروا باش تقول لي شنو كاين وبغيتو يدوز فلاشين وهذا وغادي نديروا باش نتعاونوا معاه حيت باقي ما عندوش بزاف فلاشين وعلى ود التسميه ديال الكنا وعلى ود هاد اللقطه هادي اللي كاينه في الاول ديال الديسك سو لا ليبرتي والقناوي لا ليبرتي والقناوي لا ليبرتي والقناوي لا ليبرتي صافي الامكانيات راه كيعاونوا بزاف باش يقادوا هادو ولكن شي خطرات من الاحسن يتسنى شويه تيجمع شويه اكثر ديال الفلوس ويدير حسن انا متاكد بان الكتبه ما بيهاش ها هو كتسمع واحد الصوت ما خرجش كلين فهمتي الصوت فاش كتسمع كتسمع ديك طخ طخ هادو اللعيبات فهمتي غيكون من بلاصه فين تسجل الديسك والله احسن الاوان كل واحد على حساب الامكانيات ديالو راه بزاف ديال الناس راه ما عندهم حتى شي موهبه وبالفلوس كيبان الديسك ديالهم واعر وما عرف شنو احن صايبوه فشي بلايص واعرين وقدو يغمقوا على الموهبه بالفلوس سو ما كنشكوش في الموهبه ديالك خويا غير هوايا الا كنت غنجمع 100 باش ندير حاجه اللهم نصبر 150 وندير شويه احسن ولا 200 احسن نصبر غير واحد شويه وندير احسن الوغ صراحه كتبان الموهبه كاين واحد الموهبه كاين واحد الكتبه كاين شي كاينه قافيه زويونه حاول ما تبقاش ما الراب ماشي ضروري انك تسابق مع الريتم ولا تكون كتزرب ولا شي حاجه الراب ولا اللي كيعرف الام سي اللي مريقل واللي كيعرف كيمشي مع الريتم يقد يزرب في الريتم يقد يعطر الريتم يقد يدير شحال من حاجه وسط الريتم ديالو و باقي هادشي ان شاء الله انت يلاه بادي باقي شحال من حاجه غادي تتعلم ليها وشحال من حاجه وسيبيان تصنت الرابر اخرين تشوفهم كيفاش كيخدموا باش تتعلم منهم ما فاعل واحد يتعلم ماشي نقل يتعلم على اي ديسك زويون كنتمنى لك بون شونس سميت لاشين قناوي برو اللي بغى يمشي يتعاون مع هاد الدري هذا وتابوناو عنده خليو عنده دي كومونتير قول لي راه جايين من عند الشات الوغ ديسك ثالث ديال اكس ميليتير هذا عشير القناوي يس 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 قص خويا عند قناوي هذا اللي تشري مسجل عند قناوي وراه هو القناوي شو ضرب شو القناوي الله يفهم بصراحة يما لا تلوميني شكون اللي روينا شكون اللي لقى الحل لهاد الروينه مغرب راه روينه كبيره وحق الله عافسنا لينا برجليكم محلي تشوفينا كلشي واضح وداك الشوط ونسيتو حنا ولاد الحرب مكسريناش الجرح وتاخرت تشفرت السيوف حيد لبس طولي جيب لي الكالاش نوريك كيفاش تنوطيح
نوصيك البوليسي دوك لبس طولي لجبتي عاجلي بيش حياتنا مضمرة وعقلنا مخدرة وقلوبنا معمرة يما عليك لو ماني تكشي فعلي لو نشوف جيني تنزع ظلموني في حقي لوتوتون بزاف ما خاصش من بقى قوي من لوتوتون بحال هكا. الراب اصلا ما مديروش باش مال ميكون صوته عندليب ولا شي حاجه. الراب ديال الحروشيه صوف باش كيدار هاد لوتوتون بزاف كيجي فوق منه كيولي مزعج اكثر من انه كيزين الصوت. وسادو حقتوني ولدك طير حرية ماما شخافيش وخاصة غانا ما عنديش قلب شبانا طشا مولانا ويا ماما ويا ماما يا ماما لك لو مالي لدتشي فايل لو شفتشي هاد النزاع ظلموني في حقي وسادو حقتوني ولدك طير حرية ماما شخافيش ديسك زويون. المهم اللي بغيت تصنت ليه اكس ميليتير يما لا تلوميني جو بونس هذا عشير القناوي مادام مصايب هاد تمايا ومصايب مع الديسك وهذا جو بونس عشير القناوي سو تحيه ليه من هذا المنبر هذايا. ديسك زويون اسمحوا لي غا هو لوتوتون بزاف جا غامق على الديسك بزاف من الاحسن الواحد يتفادى. والصوت ديالك ديال الراب الصوت ديال الدراده ديال الراب صو الواحد يخلي الصوت حتى الا دار لوطوتشين يديروا شي حاجه خفيفه شويه ما تقويش على الديسك بزاف. رابع ديسك عندنا في هذه الليله هذا موتشي كلشي ضاع صوت دابا دزنا لواحد الديسك اللي الكليبات ديالهم واخا هكا كوميم الدراري خدامين بروفيسيونيل شويه جوج ديسك اللي بقاو الدراري خدامين بروفيسيونيل شويه. سمحوا لي كنزرب حيت عندي هادي كتشجر غا 20 دقيقه الا فاش خاصني نبدا عاوتاني شي تشجر اخر ولا شي حاجه غادي هذا الجلد ديال الحسامه تنضرب تجيبو فيه الدجوان عبر يمدو خمر يوم قانا وانا هرطانا على البيتسس كنت حطانا صابت كيف رزق الان وانا كيف الناس كنت راح ديوانا واللي بلا ناس كنت الامانة حيت عايق هدي فايرا حال مش اسبانيا فكرت الشامبانيا انا وتخربة بحوالة تصدق شي بيت الالمانيا وقلوة شي قانيا وثقنو مع الغانيا وشي تكرق وشي تفرق جبلو فعاد ثانيا هذا الجيل ديال التشاوز تريبو وتصاب مزيان هاد التبديل اللي دار ديال الصوت هذا زوينين ماشي كلشي كيقد يلعب بصوته بحال هكا. كليب زواون كليب صاحبتهم كليب والديسك زواونين جوج شا الموضوع اللي داوي عليه زواون داوي على الوضع الحالية ديال الدراري والشباب Oh,
اللهم امين اللهم امين. الله يطلق صراحة الدراري كاع اللي مظلومين، الله يطلق صراحة القناوي، الله يطلق صراحة سيمو القناوي يا الله. المهم ديسك زويون صراحة، ديسك زويون ديال كلشي ضاع. موتشي ام او سي سي اي، غنكتب لكم ان شاء الله، نكتب لكم كاع الديسك اللي درت، غنكتبهم لكم في التعليق باش اللي بغى يرجع يقلب على شي ديسك غادي يلقاه. واخر ديسك، اخر ديسك من عند ذا بوس، ذا بوس حتى هو عجبني، تعجبني الديسك هذا كيفاش مصايب وكيفاش مغني. وتحيه للناس ديال طنجة من هذا المنظر. ذا بوس الحلم الواقع سواد، من اللي كنت اسمايا كنشوفه صافي داب، بغيت نسطن في الخاوية، أفكاري كيزعموني، هاد الدنيا شني سوية قدام الناس اللي نصحوني، وليدة راضية عليا عارفة الشمايس ما يدوخوني، صافي داب بدات الحكاية، لا ما تحاولوا تقنعوني. من يزيد من غير ما لا يطال نفسي، همومي لا نزيد انا صافي عييت، طيب احسن عايم كسمها بعيد، خلاني كنفكر شي حال قريب، من يزيد من غير ما لا يطال نفسي، همومي لا نزيد انا صافي عييت، عقلي كيفكر باقي ما جبرت حل، مربوط على الدرس غير نهار على نهار انا كنزيد نحصل، يبلومي وقبولي قالوا لي تصدر، مين فينا معهد ولازم المحال، باغي نحصل صافي احسن ما نحصل، باش نبقى هنا نو باغي نبدل، باغي نصوب فيك راس العيشة في الدل، الوقت من هادي بوجه بل في الدم، لقينا معهد وغنسب له قسم، من الدروقة بالانواع تلعب باللهوم، لافيون يماطون بالصافي غزام، وليد ابنك راجل ما تفلو الهم، بدعاويك عاوليني لا قلبك اسطم، ان شاء الله غنصوفي ونعمرو القسطم، ان شاء الله نرجع ونعيشك بالاحلام، طير احسن عايم تسمعها بعيد، خلاني كنفكر شي حل قريب، من ليزت من غير ما لا يطير لتزيد، همومي لا تزيد انا صافي عييت، طير احسن عايم تسمعها بعيد، خلاني كنفكر شي حل قريب، من ليزت من غير ما لا يطير لتزيد، همومي لا تزيد انا صافي عييت. مابقيت باغي والو مع هاد البلاد، باغي غير فلوكا، مابقاش عندي ضمير باش نفكر، حيت عقلي تسوطا بلا ما جاوني لا شي مغامرة براسي فرموكا، حيت لا مابقيت غادي نعيش بلا الضما والصوت، صافي بلا ما تقولي علاش ولا كيفاش، العيشة فهاد البلاد ما غاتحلاش، سميك مالو ما كافيناش، حتى الضو الما ما مهنيناش، بغاو يقتلونا سكسونا بالغاش، بالروح دفنونا نساو الخلاص بالكاش، حقرا ما تنسى عارف ما يجيك النعاس، بلا ما تزيد كلمة غيقطع الحال، في طرف بلادي ما مروان، قاوم اللي تسالي شبر الاكوان، انا وشاري انجليزي مفضل، ديما مريح في الشاري في يدي خرا وجوان، بتخفي ماشي وحيد ما عندي على ما نتكل، الاحمر كيزيد يتقال والدموع من عيني تنزل، احلامي زافي ضاعت مابقيت قادر نتحمل، يمكن بطريقي غلط خليوني باغي نكمل، طير احسن عايم فاسمها بعيد، خلاني كنفكر شي حل قريب، تمنيت تكون غير ما لا يطير لتزيد، همومي لا تزيد انا صافي عييت، طير احسن عايم فاسمها بعيد، خلاني كنفكر شي حل قريب، تمنيت تكون غير ما لا يطير لتزيد، همومي لا تزيد انا صافي عييت. تبعوش الطريق الخوت، تبعوش الطريق هذا، تبعوش الطريق، تبعوش الطريق يا الله. الله يعفو على الجميع، الله يعفو على الجميع، الله يسهل على الشباب، الله يسهل على الجميع. على اي ما لقيتش ندير كاع الديسك نطول فيهم ولا شي حاجه، هي الفيديو راه دغيا وصلت ل 20 دقيقه. كان هادو خمسه الديسك اللي كنت باغي ندوز. غادي نخلي لكم لي كومونتير ديال كل واحد، الا عجبكم شي واحد سيروا شجعوا الدراري وسيروا عندهم لاشين. راه حنا الا ما شجعناش بعضياتنا راه كاين شي واحدين اللي ما عندهمش اللي غادي يشجعهم، سو تعاونوا مع الشباب، راه خاصنا حنا نعاونوا بعضياتنا. على اين كانت هذه الفيديو ديال اليوم، كنت كان خاصني ضروري نديرها لكم، تهلاو ليا فراسكم ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. اديوس.